يواجه فريق الهلال فريق الاتفاق في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لكي تشاهد معنا المباراة مع عليك فضل التطبيق زر اللايك والشير بالقناة وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى للمباراة ملعب كينغدوم ارينا بالرياض في تم الساعة الخامسة وخمسة 45 دقيقة بتوقيت السعودية وقطر والامارات والساعة الرابعة وخمسة 45 دقيقة بتوقيت القاهرة والساعة الثالثة وخمسة 45 دقيقة بكل من توقيت الجزائر وتونس والمغرب سوف تنقل المباراة عبر قناة اس اس سبورت دي واحد دي خمسة الناقل الحصري والبث المباشر لهذه المباراة القوية اليوم تجدون البث في صندوق الوصف عند بدات المباراة نتمنى لكم فرصة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على لكي توصل دائما وتفاصيل المباراة القوية والمقبلة و مواعيد لكم موعد في قادم